ايضا من اجل محاربه الطائفيه ونظم الفصل العنصري. لا يغيب عنكم طبعا تجربه الشعب الهندي العظيمه في مقاطعه البضائع الانجليزيه اللي كانت بتجيله، وحرب البلوار طبعا حول غاندي، وادت في النهايه انه الامبراطوريه البريطانيه تسحب جيوشها وتسحب احتلالها من الهند، واللي كانت اكبر مستعمره ليها، وده كان بدايه انهيار الامبراطوريه الانجليزيه. ده مثلا كبير قوي ازاي انه شعب تحت احتلال بيستخدم سلاح المقاطعه، وقد ايه هذا السلاح كان ناجع. لما نتكلم كمان على التضامن بقى العالمي وتضامن شعوب العالم باستخدام سلاح المقاطعه، يحضرنا تجربه شعوب العالم في مقاطعه وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا، وقد ايه ده ادى بشكل اساسي لاسقاط هذا النظام الراشد سنه 94. النقطه الثانيه بالنسبه لحمله بي دي اس، هذه الحمله التي بدات سنه 2005 بمبادره من الشعب الفلسطيني، مر عليها 11 سنه. لما نيجي نشوف تاثيرها كان عامل ازاي، هي اثرت اقتصاديا على الكيان الصهيوني بشكل ادى انه الكيان الصهيوني اعتبرها عدو استراتيجي السنه اللي فاتت. يكفي بس ان انا اقول لكم ان السنه اللي فاتت حمله بي دي اس تحديدا ادت الى تخدين الاقتصاد الاسرائيلي حوالي 10 مليار دولار، فما بالكم في 11 سنه اللي فاتت. نتمنى ان السنه اللي الحاجة الثالثة والأهم اللي بقولها للمصريين، ليه احنا نشارك في حملة بي دي اس؟ ليه احنا ندخل في حملة المقاطعة؟ ليه نشارك بكل قوتنا لمحاربة الشركات التي تتعامل مع العدو الصهيوني والمقاطعة هنا في مصر؟ أنا خليني كمان بالتحديد موجه للمعسكر الديمقراطي ومعسكر الثورة المصرية، لأن أتصور هو ده المعسكر كمان اللي بيشارك في حمله البي دي اس، وانا اتمنى توسعه. في الحقيقه ان نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعب المصري حاجه واحده، انا مش هقول مرتبطين لان الارتباط بيبقى بين حاجتين، هو حاجه واحده في الحقيقه. انا شخصيا ابن قضيه فلسطينيه، انا ابن السياسه لما دخلتها عن طريق قضيه فلسطينيه. اول ممارسه ليا حقيقيه في العمل السياسي كانت مع بدايه الانتفاضه الثانيه.